جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. دشنت جامعة أم القرى مشروع الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح الدراسية، الذي يهدف إلى دعم طلاب المنح وسد حاجاتهم المادية وتشجيعهم على التفوق العلمي واستثمار كفاءة النابغين منهم لصناعة رموز علمية ودعوية، وذلك بحضور مستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري معتوك عساس، وأمناء مجلس الصندوق ووكلاء المعهد وطلاب المنح، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة طلاب المنح ألقاها نيابة عنهم الطالب ظفر نعمان عبد الله من دولة الهند. بعد ذلك ألقى عميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الدكتور حسن بخاري كلمة جاء فيها: صندوقنا اليوم يخطو بخطى واثقة نحو أهداف قرنت بين الحفاوة والعناية بطلاب المنح وصقل مواهبهم وشحذ هممهم، وبين رسم مسارات وإطلاق أفكار وبناء مشاريع تستشرف المستقبل وتمهد مواطئ الأقدام لتلك الجموع من خريجي طلاب المنح في مجتمعاتهم. إثر ذلك ألقيت قصيدة شعرية بعنوان يا مكة الخير للطالب الحسن أبو بكر من دولة السنغال، والتي نالت استحسان الحضور. ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن رسالة الصندوق وبرامجه ومبادراته التي يتبناها. ثم ألقى الشيخ الدكتور صالح بن حميد كلمة مجلس الأمناء بهذه المناسبة: لأهمية الصناديق الخيرية وأثرها الاجتماعي ودورها التطوعي، فإنها بحاجة إلى جهات راعية ومطورة لأعمالها، وأحسب أن مشروع الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح وصورة من صور التكافل المنشود، وخاصة أنه يعتني بشريحة محببة لقلوبنا جميعا، إنهم أبناؤنا وبناتنا من طلاب العلم الوافدين من بلدانهم طلبا للعلم وبناء للمعرفة. ثم تحدث معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس عن دور المملكة التي استشعرت واجبها نحو القيام بنشر هذا الدين الحق، فأنشأت لذلك برنامج المنح الخارجية الذي يستضيف أبناء المسلمين من كل مكان. عقب ذلك تم فتح باب التبرعات وإعلان أسماء كبار المساهمين والداعمين للصندوق الخيري لطلاب المنح الدراسية. سعادة الشيخ سعود بن محمد الحمادي الذي تبرع ب150,000 ريال، السادة وقف مهابة خان الذين تبرعوا ب400,000 ريال، الدكتور حمد الغماس رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المجد والذي تبرع زاده الله من فضله ب1,000,000 ريال لصالح الصندوق. بعد ذلك تم تكريم المشاركين في ختام الحفل الذي شهد كذلك سحب جوائز لطلاب المنح الدراسية. الجميع يعلم أن جامعة أم القرى لله الحمد من أكثر وأكبر الجامعات في المملكة العربية السعودية استقبالا للطلاب الذين لا ينطقون اللغة العربية، فمن هذا المنطلق هو امتداد كمان للرعاية الكريمة من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين في كل بقاع الأرض، فتم التدشين ولله الحمد. وزي ما ذكروا الأخوان في حفل الافتتاح أنه راح تكون هناك مبادرات كبيرة جدا تعود بالخير على طلاب المنح. لا شك أن هؤلاء طلاب المنح ضيوفا لدينا، ونحن معنيون بالاهتمام بشأنهم سواء بالجوانب التعليمية والإنسانية أو القضايا التي يحتاجون فيها لمساعدة، أيا كانت هذه المساعدة فهم ضيوف
يستحقون منا الرعاية والعناية، ولا شك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى لتقديم هذه الخدمة بكل أريحية وتوجيه سامي كريم بأن هؤلاء ضيوف على المملكة العربية السعودية يحظون بالاهتمام والرعاية في كافة الجوانب. نسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الصندوق العون والمدد والتوفيق والبركة. يسعى الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح الدراسية إلى تقوية دور معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، والذي يمثل بوابة طلاب المنح إلى الجامعة، كما يعمل كذلك على سد حاجاتهم المادية عبر تقديم الهبات والقروض والمكافآت أو تشغيلهم لساعات عمل محددة داخل الجامعة، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة لطلاب المنح الدراسية من أجل تحصيلهم العلمي. لقناة المجد الفضائية، سلطان العصيمي، مكة المكرمة. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.